وقت لاحق. بس لازم الان تلقى لاعب لازم يكون اللاعب فري ما عنده نادي الان في الفتره نعم هذه. نعم نعم في في فيما يتعلق الان انت تتكلم الان في شروط انك تسجل لاعب خارج الفتره. اتكلم لك خارج الفتره هل يسمع؟ نعم نعم نعم. طبعا الاصل انك تسجل اللاعب سواء محلي او غير نظاما نظاما يعقوب نظاما خارج الفتره هل يسمح الهلال يقول لك لا انا عندي لاعب مصاب بجيب لاعب حر وبسجله مكان نيمار الان في الايام هذه يسمح ام لا خارج الفتره فتره الانتقالات؟ جميل جميل. طبعا خلينا اوضح لك اياها. اول شيء هناك شروط مو بس انه على طول انك تقوم بالتهديد. الشرط الاول انك تقوم باسقاط اللاعب، وذكرنا احنا اسقاط اللاعب قد يكون بانهاء عقد او انهاء العقد او انك يعني تتفق مع اللاعب على انهاء العقد وعمل مخالفه نهائيه، وهذا طبعا لا يمكن مع اللاعب كبير مثل اللاعب نيمار. هذا الشرط. الشرط الثاني حتى انك تقوم تسجيل لاعب بديل للاعبك المصاب، او انه يكون عندك اول شيء خانه شاغره من الاجانب، هذا واحد. الشيء الثاني انك تجد لاعب حر عقده منتهي قبل نهايه فتره التسجيل الاخيره لك. فتره التسجيل الاخيره في المملكه العربيه السعوديه انتهت في 31/8، فلازم يكون عقده منتهي قبل 31/8. انا ما ادري متى فتره التسجيل انتهت، هل 31/8 او 12؟ اعتقد 12/9 او 10/9. عفوا 12/9، بالتالي لازم يكون عقده منتهي قبل نهايه فتره التسجيل الاولى. يعني عفوا انا بفهم، الهلال لو يسقط نيمار يقدر يسجل لاعب مكانه اذا لقى لاعب حر؟ نعم. النظام يسمح؟ شروط. النظام يسمح؟ اذا انا اعيد واكرر لك، اذا خلص مع اذا النادي بشكل عام سواء الهلال او غيره اي عنده لاعب مصاب ويريد استبداله، في شروط كثيره منها اول شيء انه يعمل له مخالصه او ينهي عقده ويزود اللجنه بهذا الجانب. الشيء الثاني يبحث عن لاعب عاطل ويكون عقده منتهي قبل نهايه فتره التسجيل الاخيره. فتره التسجيل الاخيره زي ما ذكرت استاذ خالد بان انتهت في 12/9، لازم يكون عقده منتهي قبل 12/9 لحفاظا على مبدا النزاهه الرياضيه. يعني لا يمكنك انت الان شوف لك لاعب حاليا وتقول له انهي عقدك وتعال انضم معي، لا يمكن. كان في حادثه الموسم الماضي في مارتينيز، لما الموسم الماضي ولا اللي قبله، لما الموسم الماضي اعتقد لما اصيب بعد الفتره في بعد الفتره الشتويه في الرباط الصليبي، منع النصر من التسجيل ولا من تغيير اللاعب؟ لا اعلم انه هنا النصر منع او شيء، هذا لا عندي اي علم بهذا، ولكن لا يمكنك انت تقوم باستبدال لاعب مصاب حاليا. كانت هناك في ماده موجوده في لائحه الاحتراف تم يعني تم تعديلها، او زي ما تقول انه تم يعني الغاء هذه الماده. كانت هذه الماده تتيح لك انه اذا انك تقوم انك تستبدل اللاعب المصاب في حال كانت اصابته يعني تمتد الى فتره طويله، وتقدم تقرير طبي الى اللجنه. ولكن هذه الماده الغيت خلاص. اذا الهلال ما يقدر يسجل الان. لا يمكنه استبداله الا بانهاء عقد، وانا اعتقد انه من الصعوبه انهاء عقد بلاعب كبير. انت الكلام يا عقوبة ترى ما تكلم على الفتره الشتويه، نتكلم على الان من هنا لين الفترة الشتوية، هل الهلال يستطيع تغييره نظاما ولا تقولي لا مستحيل؟ ما تكلم عن فترة الانتقالات الشتوية. نعم نعم، نحن نتحدث عن الفترة الحالية، الفترة أي. الحالية التي تسمى قانونيا تسجيل لاعبين خارج الفترة. اي هذه لها شروط معينة ذكرناها. انه تو انت تو معطيني يعقوب تو معطيني تقول في طلع القرار والغي، الغي القرار، تقول الغي القرار ما يقدر يسجل في الفترة الغير نعم 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 ما يقدر يسجل. نعم نعم، انه هناك كانت في مادة في النظام للاعب المصاب، وهذه تم الغائها تقريبا من موسمين. اذا الهلال ما يقدر يسجل الا في فترة الانتقالات الشتوية، غير كذا ما فيه ولا لا؟ ويجب ان يكون لديك شاغر من اللاعب الثامن. اذا يعني حيكون في زيادة، لا حيكون في زيادة. إذا كان هناك زيادة في زيادة. طيب أستاذ خالد، إذا كانت هناك زيادة في الفترة الشتوية ممكن طيب. طبعا هذا وارد لكافة الأندية من ضمنها نادي الهلال. على كلامك اللي فهمته، حاليا الهلال لا يستطيع تغيير اللاعب في الفترة اللي مش فترة انتقالات، مستحيل، كان في قرار وألغي من السابق. الهلال يستطيع
اذا كان في تغيير لنيمار حيكون في الفتره الشتويه الشهرين القادمه الهلال سيلعب بسبعه اجانب اضافه لاعب جديد، لا لاعب جديد في الفتره الشتويه اذا كان هناك في قرار زياده عدد اللاعبين الاجانب. لكن في الفتره الشتويه اتكلم. اي نعم موضوع الاستبدال، لانه هذا موضوع الاستبدال استاذ خالد هو الان يعني متداول، هل ممكن استبدل لاعب مصاب؟ لا يمكن استبدال لاعب مصاب، اللاعب مصاب حاليا يعامل معاملة اللاعب الذي تريد استبداله.